تعالوا بقى نكمل مع بعض. هنا بقى هنتكلم عن اللوكال انر كلاس. يعني ايه لوكال انر كلاس؟ قال لي اللي هو الكلاس that is created inside a method is called a local inner class. يعني الكلاس اللي احنا بننشئه داخل ميثود بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه local inner class. اللوكال انر كلاس ده can't be invoked from outside the method. ما ينفعش اعمل له انفوك او اقدر اوصل له وانا خارج الميثود دي. يعني ايه الحل بتاعي؟ يعني انا مش انا رحت عملت inner class جوه method يبقى اروح اعمل له object وانا برضو جوه الميثود، لكن وانا بره الميثود محدش هيقدر يوصل له ولا ينشئ منه object ابدا. تمام؟ If you want to invoke the method of the local inner class, you must initiate this class inside the method. بيقول لو انت عايزة تعملي invoke للميثود اللي انت معرفاها جوه الانر كلاس ده، يبقى انت لازم تعملي ايه؟ تعملي instantiate، يعني تنشئي له object يعني من الكلاس ده جوه الميثود بتاعتك. لو مش واضح قوي الكلام تعالوا نشوف المثال. تمام؟ المثال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول احنا هنعمل دلوقتي ايه؟ class ده طبعا اسمه ايه؟ local inner one، ده اللي هو الاوتر class بتاعنا. تمام؟ الاوتر class بتاعنا ده جواه ايه؟ جواه private variable اسمه data، وعنده method اسمها display. دي الميثود بتاعته اللي اسمها display. عمل ايه بقى؟ جوه الميثود بتاعته اللي اسمها display راح عمل variable اسمه v وقيمته 50، وراح عمل بقى ايه بقى؟ عمل inner class جواه. شايفين ده؟ ده ال inner class اهو. يعني انت رحت عملت class جوه ميثود. اه بالظبط، هو ده اللي عمله. عمل class اسمه my local، والclass ده عنده عنده ميثود اسمها message بتطبع ايه؟ بتطبع data is وقيمة ال variable data اللي هو كام؟ اللي هو 30. طيب انا دلوقتي عايزة انشئ object من الكلاس ده، ازاي اعمل الكلام ده؟ قال لي وانتي جوه الميثود، لكن لو طلعتي بره الميثود خلاص مش هتقدري توصلي للكلاس ده ابدا. فوانا جوه الميثود قمت عملت ايه؟ my local ml، سميته كده، سميته ml الاوبجكت ده بيساوي new my local. تمام؟ لو حبيت بقى انادي على الميثود بتاعته يبقى اقول كده ايه؟ ml.message. طيب جيت جوه المين ميثود عملت ايه؟ رحت عملت اوبجكت من الاوتر كلاس بتاعي اللي هو ايه؟ اللي اسمه لوكال انر 1. تمام؟ رحت عملت منه اوبجكت عادي، وناديت على الميثود اللي اسمها display، الميثود بتاعته اللي اسمها display. ايه اللي هيحصل لو ناديت على الميثود اللي اسمها display؟ الميثود اللي اسمها display جواها عندها variable، عندها inner class، بعد كده راحت انشأت اوبجكت من الانر كلاس ده، بعد كده نادت على الميثود دي. فايه اللي هيطلع لي في الاوتبوت؟ الاوتبوت بتاع الميثود دي اللي هي ايه؟ اللي هي داتا اس 30. تمام؟ بس هو ده كده الاوتبوت بتاعي، وده كده اللي هو ايه؟ اللي هو اللوكال كلاس. تعالوا نقرا الكلام ده، هنعلق بقى على الكود بتاعنا. بيقول if you want to invoke the method of the local inner class you must instantiate this class inside the method. يعني لو انت عايزه تعملي استدعاء للميثود اللي هي متعرفه جوه الانر كلاس اللوكال، لازم تروحي تعملي object من الكلاس ده جوه الميثود. local classes are completely hidden and they're containing block. اللوكال كلاس اللي انت عرفتيها دي هي مخفية بشكل كامل، completely hidden يعني محدش شايفها خالص، في الكونتيننج غير الكونتيننج بلوك بتاعها، غير في البلوك اللي هي اتعرفت جوه اللي هو الميثود ده. A local class can access instance variable of the outer class. بس اللوكال كلاس ده اللي انت انشأتيه يقدر عادي جدا يوصل او يستخدم الفاريبل بتاعه الاوتر كلاس، لان ايه؟ شوفوا ده الاوتر كلاس وهو جوه، طالما هو جوه شايف اللي بره، لكن اللي بره ما يقدرش يستخدمه. يعني دايما كده في البروجرامنج عامه اي حاجه جوه بتبقى شايفه اللي براها. تمام؟ طالما هما كلهم ايه؟ جوه بلوك واحد، لكن اللي بره ما يقدرش يشوف الحاجه اللي جوه طالما هي جوه بلوك. تمام؟ فعشان كده الـ inner class يقدر يشوف الـ variable بتاعة الـ outer class. And any local variable، وكمان لو ايه؟ لو في local variable في الـ method بتاعته يقدر برضو يستخدمها. Only the final local variables، يعني بيقول ايه؟ بس يعني كانت لحد الـ version اللي هي اسمها GDK 1.7 دي، كان بس ايه؟ كان بيقدر بس يشوف الـ final local variables بس. يعني لو كان variable و final كان يقدر يستخدمه of the enclosing block، لكن ايه؟ دلوقتي يقدر يشوف اي حاجة. تمام؟ طيب النوع بقى ايه التالت بقى؟ تعالوا بقى هنشوف النوع التالت اللي انا كنت بحكي لكم عنه، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بروح انشئ class، بس الكلاس ده من غير ما اسميه. تمام؟ ما بيكونش عنده اسم.
فهو بيقول لي هنا ايه اسمه، ايه بقى الكلاس ده؟ اسمه انونيمس انر كلاس. يعني ايه انونيمس؟ يعني من غير اسم. هو كلمه انونيمس معناها من بدون اسم، يعني او لو ترجمتها بالعربي هتطلع لك ايه، الكلاس الغير مسماه تقريبا يعني. طيب a class that has no name، الكلاس اللي ما عندوش اسم، is known as anonymous inner class. الكلاس اللي ما عندوش اسم احنا بنقول عليه anonymous inner class. It should be used if you have to override method of a class or interface. طب احنا بنستخدمه امتى؟ بيقول احنا بنستخدمه لو انت حبيتي تعملي override لميثود، الميثود دي متعرفة جوه class او جوه interface. These can be created by two ways. طب انا بنشئه ازاي؟ قال لي عندك طريقتين عشان تقدري تنشئيه. الطريقة الأولى إنك تعملي إيه class may be abstract or concrete. تعملي class، الكلاس ده يا إما يكون إيه، يا إما abstract class أو concrete class. الطريقة التانية اللي هي الانترفيس، وهناخد دلوقتي في المثال وهنفهم، لأن دايما الأمثلة هي اللي هتفهمنا الكلام ده. طيب هنا عمل إيه بقى؟ راح عمل إيه abstract class وسماه بيرسون، تمام؟ وجوه الابستراكت ده وان ايه، ابستراكت ميثود اسمها ايه، اسمها ايه، عادي احنا عارفين الابستراكت كلاس والكود ده مش غريب علينا. طيب روح هنا انشأ ايه، انشأ يعني كلاس عادي اسمه تيست انونيمس انر كلاس وجواه المين ميثود. طيب هو انا دلوقتي سؤال، ينفع اروح انشئ اوبجكت من البيرسون؟ لا ما ينفعش. طيب ليه؟ عشان البيرسون دي عبارة عن ايه، ابستراكت كلاس، ما ينفعش انشئ منها اوبجكت. طيب وبعدين ايه الحل؟ قال لي روحي بقى انشئي ايه، انشئي كلاس بيعمل امبلمنت الايه، يعني بيكستند البيرسون، والكلاس اللي هي اكستند البيرسون ده لازم يروح يعمل امبلمنتيشن لمين، للميثود اللي اسمها ابستراكت ايت، وبعد كده اروح انشئ اوبجكت منه. يعني انا لو هعمل الكلام ده هعمل ايه؟ شوفوا هكتب كده، هروح اقول له ايه، اعمل لي كلاس مثلا وليكن اسمه اكس، تمام؟ يبقى هروح كده اقول له ايه، كلاس اكس، وبعدين هقول ان هو بيكستند البيرسون، تمام؟ وبعدين جوه الكلاس اللي اسمه اكس ده اول ما انشئه هيقول لي روحي بسرعه اعملي ايه، اعملي override للايت. فهقوم كاتبه له ايه، والله void ايت اهو، void ايت، وافتح اقواس واكتب جواها الجمله اللي انا عايزاها، وليكن ايه جمله طباعه معينه. طيب انا عملت الكلاس اكس، عايزه انشئ بقى اوبجكت منه، عادي هتقولي ايه اكس، وبعدين تسمي الاوبجكت بتاعك ده وليكن مثلا بي بيساوي نيو اكس، صح؟ هي دي الطريقه اللي انا ايه، لو انا حبيت انا يعني اعمل امبلمنتيشن للميثود هعمل ايه الخطوات اللي انا قلت عليها دي، دي الخطوه الاولى ودي الخطوه الثانيه. قال لي بقى ايه، انت رحتي عملتي كلاس اسمه اكس، ورحتي عملتي امبلمنتيشن للميثود، وفي الاخر رحتي انشأتي منه اوبجكت، بدل ما تروحي تعملي الكلاس اللي اسمه اكس ده خالص، انا هخليكي كأنك بالظبط هتعمليه، بس مش هتروحي تسميه اكس ولا حاجه. طيب ازاي بقى هعمل كده؟ شوفوا بقى هنا عمل ايه، قال انا كأني هروح اعمل ايه، انستنس فاري سوري ريفرنس فاريبل من مين، من البيرسون، وسميته بيه، وبعدين هقول ان هو بيساوي نيو بيرسون، شايفين هنا كلمة نيو بيرسون، وبعدها مش هعمل ايه سيمي كولون واخر واوقف، لا ده انا هاخد السطر ده، شايفين السطر ده اللي هو ايه، اللي انا عملته هنا كده، تمام، اللي هو القوس ده، مش انت فتحت هنا قوس وعملت امبلمنتيشن للميثود، خلاص خدي كل الكلام ده واكتبيه هنا. يبقى ايه اللي بعد هنا، كاني بالظبط ايه، مش انا كتبت هنا كلاس اكس بيكستند البيرسون، خلاص كل ده كده ايه اتمسح ملوش وجود، وخدي الكوز ده واكتبي ايه تحت البيرسون دي على طول. يبقى النيو بيرسون ده عباره عن ايه، كانك كتبت ايه، ده كلاس بيكستند البيرسون، وقمتي عملتي اوفررايد للميثود بتاعته جواه بس. فهمتوا بقى ازاي؟ يعني بدل ما اروح انشئ كلاس واروح انشئ اوبجكت منه، لا انا ايه، انا الكلام ده كله انا مش هعمله، انا بالظبط كأن ايه، يعني جيت عند الخطوة رقم اتنين دي. هو انا ينفع اروح اقول كده بيرسون بي بيساوي نيو اكس؟ اه ينفع، صح ولا لا؟ فخلاص قال لك ايه، خلاص اكتبي بيرسون بي بيساوي نيو، بس مفيش اكس بقى، هتكتبي نيو بيرسون بدلها، وبعد الاقواس هتكتبي او الكود بتاع الاكس ده، الكود اصلا بتاع الاكس. يبقى انا هنا اللي انا عملته ايه، ده الكود اللي انا كنت هعمله لو كنت هنشئ كلاس اسمه اكس، فانا مش هنشئه، فخلاص هروح اكتب الكود بتاعه،
يعني انا كده ما كتبتش اكس ده خالص، ولا جبت اسمه ولا جبت اسمه، يبقى انا كده كاني انشات ايه، كان القوس ده البدايه والنهايه هو عباره عن كود انشاء للكلاس بس بدون اسم. تمام. طيب انا لما اجي استخدمه هستخدمه ازاي؟ باسم الريفرنس فاريبل بتاعه اللي هو بي دوت ايت. طيب ده كده بالنسبه لايه، للانونيمس كلاس. طيب الطريقه التانية بقى، دي بقى الطريقه التانية اللي هي ايه، انا هستخدم انترفيس. شوفوا هنا عمل ايه، قال مش دي الانترفيس بتاعتي اسمها ايتابل، الانترفيس دي جواها الميثود اللي اسمها ايه void eat. نفس الحكاية، انا لو كنت هروح انشئ كلاس كنت هقول ايه، كنت هقول روح انشئ لي كلاس، الكلاس ده وليكن اسمه اكس، بيمبلمنت مين، بيمبلمنت الايتابل، امبلمنتس الايتابل، وجواه كنت هروح اعمل ايه الميثود اللي اسمها void eat. طيب خلاص انسي بقى السطر ده خالص، امسحيه وهات الكوز بتاعك والامبلمنتيشن وهتحطهم لتحت ايه، هتحطهم لتحت اوبجكت من الايتابل، كانك بتقولي ايتابل ايه بيساوي نيو ايتابل، وتكتبي جواها ايه التعريف بتاع الكلاس بتاعك. يبقى انت عرفتي كلاس بس ايه من غير اسم. تمام. طيب دي الطريقة التانية، طبعا هي سهلة جدا مفيهوش اي حاجة. طيب تعالوا نقرا بس الكومنتس اللي على الكود بيقول ايه، بيقول it should be used if. او انا امتى اصلا بروح اعمل الكلاس اللي بدون اسم ده؟ قال لي انا اصلا من شوية ايه اللي احنا عملناه، احنا كنا عايزين نعمل implementation للميثود اللي اسمها eat، ومش محتاجين اسم الكلاس ده في حاجة لان احنا مش هنعمل بيه اي حاجة بعد كده، فاحنا لما بنستخدمه دايما بنستخدمه لو احنا كنا عايزين نعمل ايه override او نعمل implementation لميثود، ده بصراحة الاستخدام بتاعه. وبعد كده لما تيجوا في الجي ايز ناخدها هتلاقي ان احنا ايه برضو دايما بنكون عايزين نعمل implementation لميثود معينة، فبدل ما نروح نعمل class يا implement الانترفيس اللي جواها الميثود دي، كنت على طول بعمله بطريقة ايه الانونيمس class. تمام كده. تعالوا نقرا بقى مع بعض الكلام ده، بيقول it should be used if، ايه هو المفروض ينفع نستخدمه؟ لو you have to override method of a class or interface، انت مضطر ان انت تعمل override يعني تعمل implementation لميثود موجوده في class او interface، only one object has to be created from a class. وبعد كده انت كنت اصلا كده كده هتروح تنشئ object واحد فقط من الكلاس ده عشان تنادي بيه الميثود دي، and there is no need to name the class، انت اصلا كنت هتنشئ object واحد فعشان كده ايه ما انتش محتاج تعمل ايه اسم الكلاس ده ولا حاجة. The class definition is embedded inside the expression with a new operator، يعني بيقول انه اصلا احنا بنعمل ايه، كأننا بناخد التعريف بتاع الكلاس بتاعنا ونحطه جوه ايه، جوه النيو اوبريتور، مش احنا بنكتب كده نيو ونكتب نكتب اسم الانترفيس بتاعتنا او الابستراكت كلاس، وبعد كده نعمل ايه بنزرع جواه او بنكتب جواه الكود بتاع الكلاس. قال الانونيمس كلاس هاز نو كونستراكتور، ما عندوش كونستراكتور، هو بس بيعمل امبلمنتيشن للميثود وخلاص. It's either derived from a class or implement an interface، هو فقط يا اما بيكون ايه، يا اما بيورث يعني class او بي implement interface. تمام. طبعا الاسئله دي كلها او الملاحظات دي كلها ان الانونيمس ما عندوش كونستراكتور، كل ده مهم وبيجي في ترو اور فولس، يعني فوق ان انت تفهم الكود لا انت هتحفظي كمان ايه المصطلحات دي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن ايه اخر نوع منهم اللي هو ايه الستاتيك نستد كلاس، واحنا اوريدي اصلا اتكلمنا عليه في اول سلايد. بيقول الستاتيك كلاس created inside a class is called a static nested inner class، بيقول اي كلاس بيكون static وتعرف جوه كلاس تاني بنقول عليه على طول ايه ان هو static nested inner class. It can't access non-static data members and method، مش احنا كنا بنقول ان الـ inner class بتاعنا اللي بيتعرف جوه الـ outer class كان بي access الـ variables بتاعته والـ method بتاعته كان بيقدر ينادلها؟ اه واحنا جربنا كده فعلا. طيب لو كان الـ class ده static قال لي مش هيقدر يوصل للحاجات اللي بره، ليه؟ لان هو طالما static مش هيقدر يوصل غير للـ static اللي زيه، يعني انتوا احفظوها كده، هو مش انت ستاتيك خلاص يبقى مش هتوصل غير لحاجة ستاتيك زيك، فانا الاوتر كلاس لو عندي حاجة ستاتيك هتقدر توصل لها، لكن لو الفاريبلز بتاعتي عادية ما هياش ستاتيك مش هتقدر توصل لها. تمام. طيب بيقول ايه بقى، can be accessed by outer class name، it can be accessed اقدر اوصل له عن طريق ايه اسم الكلاس بتاعي.
قال لي it can access static data members of outer class including private. لو كان عندي في الاوتر كلاس بتاعي داتا الداتا ممبر دي static، يبقى هو ايه هيقدر يوصل لها حتى لو كانت private، بس طالما static هيقدر يوصل لها. قال لي static nested class can't access non-static instance data members، لكن لو في اي حاجة مش static مش هيقدر يوصل لها. دول اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليه، مش انت static مش هتقدر توصل غير للstatic من الاخر يعني. طيب تعالوا نشوف المثال ده هيوضح لنا شوية. عندي هنا outer class اسمه test outer، جواه ايه؟ جواه instance، جواه variable، بس ال variable ده ايه بقى المرة دي؟ static، وقيمته كام؟ 30. وجواه inner class برضه static واسمه ايه؟ اسمه inner. جواه هنا ايه المسج بتاعتي اللي هي الميثود اللي اسمها مسج، اللي هي بتطبع قيمه الايه قيمه الفاريبل داتا. ينفع تكون الداتا دي اللي هو بينادلها هنا ما تكونش ستاتيك؟ لا، لو هنا ما فيش ستاتيك هيطلع لي على طول كومبايلر ايرور، لازم تكون ستاتيك عشان يقدر يعملها اكسس او يوصل لها. طيب جيت بقى انا هنا ايه عاوزه انشئ اوبجكت منه. ازاي انشئ اوبجكت منه؟ زي ما قلنا، قلنا يا اما انشئ اوبجكت منه بشكل مباشر عادي، او بان انا اروح اكتب ايه قبل ما اكتب اسمه، اكتب اسم مين؟ الاوتر كلاس اللي هو الاسود ده، ان يعني هو حتى كاتبها في المحاضره هنا بالاسود، فانت لو شلت الاسود ده هيمشي برضو الاحمر ده لوحده. يا اما تكتبي قبل انر اسم الاوتر كلاس، يا اما ما تكتبوش، والاتنين صح. طيب لما نادي بقى على المسج ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي برضو داتا از 30. تمام، ده برضو الكلام ده بالنسبه لنا مكرر اللي احنا جربناه اوريدي اصلا في اول سلايد. طيب بيقول هنا ايه if you have the static member inside a static nested class you don't need to create instance of a static nested class. يعني ايه؟ يعني بيقول لو انت عندك static member موجودة جوه ال static nested class بتاعك، انت مش مضطر ان انت تنشئ نسخة من ال static nested class. تمام، يعني مش مضطر تروحي تنشئي منه نسخة. ازاي بقى؟ تعالوا نشوف المثال ده هيوضح لنا الكلام ده. انا دلوقتي رحت عملت ايه؟ كل حاجة عندي static صح؟ طيب قالك مش لازم تروحي تنشئي علشان تنادي على الميثود اللي اسمها message تروحي تنشئي اوبجكت من الكلاس انر ده، لا انت ناديلها على طول. اناديلها ازاي؟ قال لي عادي اكتبي ايه اسم الاوتر كلاس، بعدين اسم الانر كلاس، بعدين اسم الميثود اللي انت عايز توصلي لها، اهو تيست اوتر 2.inner.message. خلاص، يعني مش لازم بقى اروح انشئ اوبجكت واروح انادي الميثود بتاعته. قال لي لا مش لازم. فالنقطه دي ايه مهمه جدا، انت طالما كل حاجه عندك ستاتيك جوه ما تنشئيش بقى اوبجكت، نادي على الميثود على طول.